الى الطريقه كتهضري بداك المستوى ديالك وبديك الالفاظ ديالك، اما انا بعد ولا مقوت انا كان عقلي موسخ، ولكن ديما كان التصرفات ديالي معكم زوينه. انتوما اللي جعلتو مني ديك نعيمه القبيحه، وانا ما قبيحه ما والو، غير كندافع على راسي، ندافع على راسي وندافع على اي مرة. انا اختها الا قبلت عليا انا اختها، وهادوك اللي تكتبوا في التعاليق عليا ساكنين حدايا، وهادوك اللي غادي يكتبوا في التعاليق عليا شي حاجة خايبة عرفوهم هما اللي كندوي عليهم، ولا هما اللي ضاراهم، واللي غاي يهضروا عليا زوينين راهما نتوما اللي يلاه عرفتكم ولي الله عرفتوني وحبيتوني كتسولوا عليا، وتا انا كنسول عليكم، لانني دابا انا بحال عند شي طبيب، والطبيب شكون هو؟ هما نتوما. ايوا دوزت هداك الشهر كيما بغا ربي وخرجت، ومرضت بعدا وخرجوني ارجو. علاش؟ لان اللي كتكون تخدر الوقيته اللي كتحبس عليها التخدير كيبدا يبان فيها العيب ديال المرض ديال التخدير. كاين الله يستر اللي كتجي على الجعره، كاين اللي كي تجي القطعه الله يحسن العوان، ويا رب الفري القطعه وسمحوا لي على هذا النطق هذا. كاين اللي كتطلع عليه على بزاف بزاف ديال الحوايج، ملي كيشوفونا بحال هكاك ما تيقولوش هادو راه تنقص عليهم التخدير، نواسيوهم ونديرو معاهم شي حوايج اللي هي زوينه باش يلقاو راسهم. تخيل حتى من الفانيد كيصيفطو لنا سيدنا سيدنا سيدي وسيدك رسول الله عليه الصلاه والسلام وما كناخدوش، الا ما جاتش لابيلانس الزرقاء منين ركبوني فيها احترامتي ليها بحال هادي اللي كدور دابا كيصحابني ما عرفتش فين غاديين بيا. داوني للسبيطار عند طبيب نفساني، خرج ليا التريتمون، خرج ليا الدواء، وكون بقيت نتبع هداك الدواء كون زاد سطاني، لان مخدر مع مخدر ما تيصلحش وما تيجيوش وما كيتوالموش مع بعضياتهم، وانا مبلية، ودابا حياتي بلية اللي هي قاصحة واللي هي كبيرة، حياة الفريد مبقيتش نديرو نهائيا، وما عمركم باقيين غادي تشوفوني غادي نديرو. بقيت كناكلو تما غير باش نعس غير باش نسي. علاش؟ لان السجن كما قلت لكم في 2007 منين جا السي الغازي احتراماتي ليه حضرت ليه وعاودت ليكم، ولكن 2016 جاو شي موظفات احتراماتي ليهم، واحد المديرة غادي نسميها عملتني معاملة جد طيبة احتراماتي ليك اختي فاتحة أقبيش المديرة اللي موجودة بالسجن عكاشة، كنشكرك بزاف على المعاملة اللي تعاملتي معايا، كانت كتخرجني، خرجتني جوج المرات، خرجتني مع جوج الليل وخرجوني مع العشرة الصباح باش ناخد الدواء وباش ندق البرق ديال العصاب حيت ولا عندي فراس. وجيت وسلمت لي سيرتيفيكات ديالي اللي خديتي من السجن، وباقي عندي باقي عندي باقي محتفظه بهم، وحده فيهم هي اللي نفعتني، لانني خديت الثالثه في المنتف الرابع اللي ما دايره فيه نعيمه تا هو والو، دايره فيه والو. انا ديما مكتبي نمشي للحبس وانا ما دايره والو، والله ما داير فيه شي حاجه تاهو،
والله ما نسامح ليك. والله ما نسامح ليك لدنيا لا اخيرة. واخا كنشوف كتقطع قبعك الكذبة قبعك نشوف فيك، لانك انت حاليا دابا انا في الحرية يعني ومصفية مع الله الحمد لله ومع الحباب الزوينين. اما اللي كنعيش معاهم انا نسيتهم عندك بلا ما نحتاج نبقى نهضر عليهم، انا نسيتهم نهائيا، ما بقاوش كيشوفوني حتى في الزنقة. واللي بغيت نقول لكم دابا، بغيت نوجه واحد النصيحة للشباب والشابات اللي دخلوا عندي ودخلت عندهم، وهم انا اللي دخلت لهم القلب ديالي كيشرفوني بزاف. دريات حديو راسكم، دريات سمعوا كلام والديكم، ما تبقاوش تخرجوا من باب ديوركم، ما تبقاوش تخرجوا. اللي خدامه تمشي تأدي الواجب ديالها وتجي، يكذب عليك الكذاب. راكم كتشوفوا الدريات اشنو كيطرى ليهم، وكتشوفوا الدراري اشنو كيطرى ليهم. نخليو حنا كاع الدراري، واش نتوما الدريات وليتو باغي تعاندو الدراري؟ الدراري كيبقى غير دري، والمرا كتبقى غير مرا. خدي مني، خدي نصيحة مني وتجربة مني، الله يخليك. راك عرفتي الكبدة ديال الأم ديالك كيفاش كدير ملي كتخرجي، الله يجعلها ما تكون مسخرة كاع عند الحانوت، قلبها كيبدا يضرب. الله يحن عليكم، الله يفاجي عليكم الدريات، راكم تتعرفوني وكنعرفكم. الله يسهل عليكم، إلا ما ديروا عقلكم ما تبعوا حتى شي واحد. أختك 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 هي صاحبتك، راه ما كاينه الصحابات، راه ما كاين حتى شي حد في هاد الدنيا، راه كاين غير الله والوالدين. ساداتكم نتوما راه عندكم بزاف، انا راه عندي غير جوج، عندي غير امي واختي واخوتي الله يرحمهم، وعندي عائلتي وعندي ولاد اخوتي. ولكن في الدار راه كاينه انا وامي حاليا. الله يحن عليكم نتوما الشباب، الله يسهل عليكم. سيروا ديروا لانطريما، سيروا ديروا شي حاجه ديال المنفعه. راه سيدنا عطى حنايا اللي ندوزي الحبس، ودار لينا اداره ولينا كنقصدوها بوجهنا حمر. ما بقى دابا حتى شي واحد يقول لك لا نمشي لشركه مثلا انا نبغي نخدم يقول لي لا ما تخدميش. سيدنا دار لينا كل شيء، بقى غير نتوما اللي ورقيكم نقيين، ها وانتوما يا اللي مبليين. باش عرفتي الام ديالك ملي كتجيب كل نهار باش كتعطيك؟ لان البليه كدوم. هبط قلب على راسك، هبط دير شي مستقبل ديالك، هبط دير شي حاجه، ماشي تبقى غير تنوض وتوقف في راس الدرب وتسنى الوالده ديالك 400 في الصباح و400 في العشيه و400 في الليل. ردم على راسك وعرف بان ديما ديك المره اللي كتجي تدق على امك، عرف بان راك تجي تاخذ الفلوس اللي كتعطيك. اه تبليتي، الله يعفو الله يعفو. الله سبحانه وتعالى قال اذا ابتليتو فاستتيرو. ولكن خفوا شي شويه على والديكم، تما راه ما عندهمش، راه الله يحسن العوان. وسيرتو دابا مع هاد كورونا هادي، شكون اللي تيعطيك؟ شكون اللي تيجي يدق عليك؟ جربتي فهاد كورونا من غير والديك ولا من غير شي اختك قاري الله يكمل عليها؟ شوفوا الدريات ما تيبقاش فيكم الحال، اللي مني وبحالي وكثر مني وقل مني. انا بعدا الا طلعت غير طوبيس وبنت لي شي دريه ماشي حسن مني، ديما نرجع باننا الله خلقنا سواسيه في الدنيا. ها هي ملي كتبان لي شي دريه غاده لشي خدمه ديالها كنفرح في قلبي، كنفرح بزاف. نقولوا هذيك نقيه ورقيها نقيه، ورا حتى حنا اللي توسخوا ورقينا تخدميها بعقلك بلا ما تحتاجي تمشي تدقي على شي واحد، خدميها بعقلك. والله يرحم لكم الوالدين الدريات، الله يسر عليكم. ولا كنت عزيزه عليكم انا دخلوا عندي، انا دا شوفوا نعطيكم واحد المثال. شوفوا كي كنهضر في الفيديو الاول ما عرفتش شنو بغيت ندير، وشوفوا دابا تبارك الله وصل عندي، ما قدتني فرحه وما كنعش، كيبقاو الحباب يعيطوا ليا وفرحاتي بيهم، فرحاتي بكم يا اللي بغيتوني واللي ما بغاونيش. حتى انا كنبغيهم محبه ديال الله، اما توقف حدايا ما نشوفش فيها باش ما ننافقهاش. ماشي بحال هذيك ديال ما بغيتكش ونوقف حداك ونبقى دايره فيك ونبقى نشوف فيك نخرج فيك عيني ونتحتت انا وياك.
ولا ناكل الطعام هاك. انا هي الانسان والله ما كناكل عند شي حد، ماشي تكبر، حيت عارفه داك الانسان غيدوي فيا وغادي ندوي فيه. كنقسم لك في امي بالله كنتشارك الطعام مع اللي عارفه ما تغدرنيش وما غاديش نغدرها. وردوا بالكم الدريات من القراعي، خاتبه لك القرعه مسدوده ديال الماء، راه كاينين البلاوات وانت غتحل حداك وغتشربيها وغديري في بالك الدريه غير ديك اللقطه هادي غنختم لك فيها. هابر باش تكوني صديقه ديالو ولا مرافقه معاه ولا هادي، كنقسم لك فمي بالله الا تكوني غادا تقداي غير من عند شي تاجر ويلقاوك حداه البوليس الله تيدوك معاه، والله ما يطلقوك، والله تيدوك معاك والله ما يطلقوك. سلم جرب ما تسال الطبيب. شدو تيقاركم وبقاو دايرين ديما الحجر، حيت هاد الوقت هادي راه ما بقى ما يطلبك ما بقى والو، بقاو الحباب زوينين الا عندك شي حد زوين، ولكن بشرط يكون ما كيعرفكش. سيروا مع اللي ما كتعرفوش، انا هاد الناس اللي كيهضروا معايا باقي ما شفت شي حد في الوجه ديالي، ولكن شتهم وشافوني بقلبهم الله يخليهم ليا، الله يخليهم ليا، الله يخليهم ليا والله يخليني ليكم. وسمحوا لي انا طولت عليكم بزاف، وانا نعيمه اختكم، وتسناوني الى بغيتوني ان شاء الله في القصه الرابعه، حتى هي زوينه ومؤثره بزاف وفيها بزاف ما يتقال.